السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله وبإرادة قوية من القيادة السياسية وصلت مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام، والمأخذ الرئيسي لترعة السلام من فرع دمياط، إحدى الأشجار والشجيرات الهامة والنادرة بإحدى الحدائق العامة بجوار قصر ثقافة المنصورة. بقى إحدى الشجيرات والأشجار والزهور والنباتات الحولية بإحدى الحدائق العامة بالمنصورة. كذلك هذه إحدى الشجيرات والنباتات الحولية الصيفية بإحدى الحدائق العامة بالمنصورة. نبات التفلة، شجيرة التفلة، إحدى المزارع السمكية بأحد فروع النيل بدمياط، مزرعة سمكية تم إقامتها في نهر النيل مباشرة. إحدى المدارس الإعدادية، الحديقة جميلة بها ومبذول جهد لتشجير المدرسة. برضو هذه نفس المدرسة الإعدادية ويتم الاهتمام بأشجار الفيكس وغيرها من الشجيرات. تم قص شجيرات الفيكس وتشكيلها كما نرى، وأدى إلى شكل جمال المدرسة. فرع نهر النيل بالمنصورة، فرع ما زلنا فرع نهر النيل بالمنصورة أمام كوبري طلخة، محطة الأتوبيس النهري أمام كوبري طلخة، والأتوبيس النهري يبدأ من محافظة الدقهلية إلى جامعة المنصورة، مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية في زيارة السفير الأمريكي لمحافظة الدقهلية.